معكم مشاهدينا الكرام بث حي مباشر من إدارة الانتخابات في منطقة الشويخ السكنية، والآن معي مرشح آخر عن الدائرة الثالثة المحامي أحمد المليفي. أبو يوسف أرحب فيك والساعة المباركة. أبو يوسف اليوم السادس وتقريبا وصل الآن العدد من 41 إلى 42. أبو يوسف ما هي الرسالة اللي نقدمها كمرشحين أو الناخبين بجميع الدوائر والآن بعض المقاطعين سيشاركون بقوة؟ لا شك، على كل حال بالنهاية يعني لا عد جدوى من المقاطعة، وبالتالي أنا أعتقد أن كل من قاطع في السابق إن كان لعذر، إن كان أقول لا عاد في عذر اليوم، وأنا أعتقد اليوم اللي بيقاطع هو قاعد يضر المجتمع الكويتي. وكل الكلمات اللي قالوها مقابل ما يسمى بالمجلس المبطل، يعني من حيث وصول أعداد أو مجاميع لم تعجب كثير من يعني من خلنا نقول أبناء المجتمع الكويتي، كنتم أنتم السبب، واليوم لا عذر لكم بعد تحصين الصوت الواحد في المحكمة الدستورية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه اليوم يعني رسالة مفتوحة من القلب لجميع من يريد التغيير، عليه أن يذهب إلى جهة التغيير الحقيقية الصحيحة المنطقية، وإلا فلتصمت. أبو يوسف الآن بعض التكتلات والأحزاب، البعض يقول نازل الصف الثاني، والبعض منهم أعلن يقول لي أنا خلاص الآن لن أنتمي إلى الحركة الدستورية، الآن أنا مستقل، الآن أنا من 2012 وأنا أنزل وأنا مستقل. قاعد نشوف بعض التكتلات والأحزاب يبي يفتك من، بمعنى يفتك من حزبه أو من تكتله، شنو ردك لهم؟ على كل حال إذا كان يقصد هؤلاء الاستقلال من حيث ما يسمى بعضوية ومسمى وصورة ورقم، فهذا استقلال أنا أسميه استقلال رقمي، لكن الاستقلال الحقيقي هو الاستقلال المنهجي العقلي الفكري. هؤلاء أو هذول، خلنا نتكلم شيء باللغة العامية البسيطة، هذول مغرزين غرقانين، يعني مغرزين في هذا ما يسمى بمستنقع الإخوان، وبالتالي كل كلام غير هذا الكلام هو كذب ودجل. وهذا التلون مو غريب علينا، ولا غريب، أنا أقصد مو غريب علينا أهل الكويت وحنا نستقبله منهم، فهذا ديدنهم. واليوم شفتوا كلكم يعني على كل حال هذا التلون اللي كان عبارة عن مسيرة على مدى 30 سنة تقريبا، وحنا معاهم بهذا التلون، ما تركوا أحد ما حطوا يدهم بيده وهما يسبون باليمين. ماشي يصير في مصر العربية اليسار. طبعا هذه فرصة حقيقة في بالنسبة ما يحدث في مصر، أني وهن العالم كله وهن على زوال هذه الغمة فعلا، وهن مصر بين قوسين، مصر الحبيبة الذي يعني وقع أو جثم على قلبها هذا الحزب الفاشل الفاشي الغادر الكاذب يعني عميل لكل ما هو فاسد بالأرض. وقد يعني تنفست مصر الصعداء، وإن شاء الله يعني قريبا جدا ساعات قليلة يعني نرى مصر تعود إلى أحضان المصريين بعد أن سلبوها هؤلاء يعني الشبيحة الحقيقيين. هؤلاء هم شبيحة، كل دين له شبيحة، والله الأخوان المسلمين هم شبيحة الإسلاميين أو ما يسمون بالإسلام. هؤلاء هم الشبيحة الحقيقيون الذين هم أشباح، لهم وجه أمام ولهم وجه خلفي. والحمد لله بعد أن زاحت الغمة عن مصر، أنا أعتقد أن اليوم بعد ما تقطعت الرؤوس، رؤوس الأفاعي، آن الأوان لجميع دول الشريفة وعلى رأسها الكويت أن تقطع ذيول هؤلاء. وهذا الكلام موجه للإمارات وللسعودية بين قوسين، الذي لطالما نهشوا فيها، ولذلك حق عليهم اليوم والكويت أيضا أن تقطع هذه الذيول، فلم يعد لها بقاء بيننا. مرشح عن الدائرة الثالثة أحمد المليفي، الدائرة الثالثة ما يسمونها الحديدية، أحمد المليفي راح يكون في الدائرة الثالثة، شنو رسالتك لناخبينك لمرشحينك اللي ينافسونك بنفس الدائرة؟ والله بالنهاية أنا يعني الدائرة ما أفرق بين دائرة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة للأمانة. أنا بالنسبة لي فقط لأن هذا موقع يعني أهلي وربعي وجماعتي وناسي ومعارفي ودواويني مثل ما نقول، لكن هي بالنسبة لي أنا الكويت، رسالتي للكويت جميعا، وقلتها لعلي قبل شوي بالمؤتمر الصحفي، أنا قلبي يتشوف إلى أن نقول لهم إن كنا فعلا نثق بصاحب السمو بأميرنا، إن كنا نثق فيه فلنجعل قائدنا حقيقي وليس كلامي. الأمير يصدر مرسوم واحد ما يسمى بمرسوم ضرورة، تنقلب الكويت عليه وينقلب المجاميع ينقلبون عليه، هذول كذابين اللي يقولون إحنا نثق بالأمير وتنقلبون على مرسوم صغير عدل عملية تعديل بسيطة في قضية الانتخابات، كان هذا فعلكم.
اللي كنتم تثقون في هذا الأمير عليكم أن تعطوه كل الصلاحيات. بالنهاية هذا الأمير لن يخدعكم ولن يضلكم. اللي خدعكم وظلكم شفتوا وين ودى الكويت وين كان بيوديها. بالنهاية احنا نبي نعطي الأمير مزيد من الصلاحيات ولو كانت على بناء على تشريعات نصدرها أو توافق الشعب أي ما كان الطريقة. بالنهاية نبي نكون الأمير صمام أمان أمام كل شيء بل حتى أمام القضايا الدستورية، أن تمتنع المحكمة الدستورية وجميع المحاكم أن تعبث. وأقول كلمة تعبث لأن فعلا ماذا لو لا أتكلم اليوم، اليوم الحمد لله الله رزقنا بقضاء نزيه وجميل، ما تدري بكرة شو يصير، ما تدري من سيتولى القضاء بكرة. ماذا لو جر هذا القضاء وسلب كما سلب في مصر من طغمة وسلب وقلب الموازين وسرق الأرض وسرق العباد. ماذا لو تم مثل هذا الحدث في الكويت؟ بكرة راح نلجأ إلى من؟ نلجأ إلى من حاميها حراميها؟ مصيبة. لذلك أنا أقول على أن تكون هذه الجهات العليا أن يكون أمامها بوابات لا تفتح إلا بموافقة سمو الأمير حتى لا تنجر الكويت وراء فلان وعلان وراء من يصعد الصوت. حنا بحاجة إلى من نثق فيه، وأنا أعتقد خير من نثق فيه أميرنا حفظه الله ورعاه، وهذا ديننا يدلنا على هالشيء، ديننا أمرنا بهالشيء. هذا إن كنتم مسلمين يا من تسمون نفسكم بالمسلمين. شكرا للمرشح الدائرة الثالثة أحمد المليبلوس ولك التوفيق، وشكرا لزميلك فيصل المزين أشوفه بجوارك. شكرا لأخونا أحمد المليبلوس.